الشهر التاسع منذ ظهور كورونا على وشك الانقضاء، ولا زال في أوج عنفوانه ويباغت الناس بعدواه. الدول تتسابق في المختبرات لاكتشاف لقاح مضاد لهذا الفيروس، والذي سيكون حائط الصد لهجمات كورونا العنيف. السلطنة اتخذت تدابير احترازية للحد من انتشار هذا الفيروس، وكان لها الأثر البالغ في تقليل عدد الإصابات. لنعد قليلا للوراء ونرى عدد الحالات والتي امتنعت عن النزول من عدد الإصابات 800 حالة في اليوم الواحد. وها نحن اليوم نجني حصاد هذا الالتزام المجتمعي والمؤسسي، والذي ساهم بتقليل عدد الإصابات، والذي يصل حاليا إلى 300 إصابة كحد أقصى. تعايشنا مع كورونا أصبح واقعا لا بد منه، وبأن الحياة ستعود قريبا كما كانت، بتكاتفنا والتزامنا وعدم الاستهتار بخطورة هذا الفيروس، عماننا الحبيبة وشعبها الأبي سيكونون بخير.